فعالية إماجن تنسج خيال الترفيه بتنظيم من لكجوري كي إس إيه تحت رعاية روتانا خليجية. معنا في الاستوديو دعاء صادق مديرة الفعاليات والمعارض في لكجوري، وغزل خيار مديرة المشاريع في لكجوري. أهلا غزل. أهلا دعاء. أهلا غزل، لماذا اخترتوا في البداية اسم إماجن؟ هلا نحن بلكجري از استراتيجي دائما بتلاقي بكل اور ايفنتس عندنا هيك لمسه من الخيال، فقررنا نعمل ديفرنت كونسبت لحاله اسمه ايماجن، فعم تعطي وورلد وذ نو ليميتيشنز، عرفتي؟ وعرفنا كلمه ايماجن علميا انه هي لما يكون اتس ستيت اوف مايند، لما يكون الشخص متخيل انه ثلاث او اربع شغلات بنفس الوقت بيجمعهم ان وان اليمنت، فبصير بيكون الخيال تبعه، عرفتي؟ فهلا الايفنت اتسلف حيكون يعني معتبر عن كل شيء، كل شيء خيالي. كل شيء خيالي بالضبط، انه نفس الشيء كل الاليمنت حتكون فيها ما بتشوفيها بالواقع يعني. جميل، عرفتي؟ فذس از ذا ميجر اليمنت يعني. طيب دعاء، لو تسمحي كده تقولي لنا ايش هي الفعاليات الترفيهيه اللي ممكن تكون موجوده في ايماجن؟ يعني انا قاعده اتخيل الحين، قاعده ام ايماجينينج ا لوت اوف ثينكس يعني. ف هيكون في مختلف من العروض اللي هتكون متاحه في هذه الفعاليه، منها عرض مسرحي عالمي، مناطق مختلفه بتتيح الفرصه لكل افراد العائله انه تلاقي نوع من انواع الخيال او الخيال اللي ما بتلاقيه في الحياه الطبيعيه بتاعتنا، بتكون يعني مستهدفه كل افراد العائله زي اللي شفناه في اوهارا تقريبا، نفس الفكره. يعني هي تقسم الى مناطق وكل منطقه فيها نوع من الفعاليات، مش حابه اقولها عشان ما نحرق المفاجاه يعني. اعطينا هنتات كده بسيطه. يعني مثلا في الانترناشونال ستيج شو، عرفتي؟ فدايما بنجيب عرض مسرحي عالمي مثل تبع لاند اوف اوهارا طبعا. بس اتس كستمايزد لايماجن، عرفتي؟ كل ايفنت له الستوري بورد تبعه. حلو. عرفتي اللي تابع راجع من قصه الايفنت اتسلف، عرفتي؟ الثيم حق الايفنت نفسه. جميل. طب انتم بايش تتميزوا في هذه الفعاليه اللي مسوينها عن الفعاليات الثانيه اللي موجوده اوريدي؟ هلا بصراحه يعني بايماجن اتس ديفرنت اكسبيرينس، عرفتي؟ يعني الواحد لما من اول ما يفوت من البوابه لوقت ما يطلع هو هيز فيزيتنج ديفرنت سيجمنتس ان ذا ايفنت، مناطق مختلفه، وكل منطقه بتحتوي على خيال مختلف، عرفتي؟ يعني هذه معتمدينها على الديكوريشن ولا على التكنولوجي؟ بالديكوريشن، بالثيم، بالباث، الووك واي تبع الايفنت. فور اكزامبل في سنتر بيس اتس ديلوجن، فيها مرايا وشاشات، فهون بيعتمد خيال كل بني ادم، يا انه بيطلع على المرايا وبيشوف الريفلكشن الانعكاس تبعه، يا بيطلع بالشاشات وبيشوف فيرذر لوك، يعني ات ديبندز على خيال كل بني ادم. حلو. طب ايش جديدكم في دي الفعاليه ويختلف عن الفعاليات الثانيه؟ هلا غير انه طبعا الايفنت في فاشن اريا، الفاشن اي طبعا احنا جامعين فيها بين اللوكال فاشن ديزاينرز والانترناشونال فاشن ديزاينرز، مشان نعطي البوش لللوكال ديزاينرز وذ انترناشونال ونز انه ندعم المشاريع اللي هون. يعني انتم بتدعموا المشاريع؟ اكيد يعني. اكيد يعني هي صح الكونسبت مختلف، بس بنضل نرجع على نفس المبدا انه ندعم المشاريع اللوكلز يعني السعوديه. ايش الاسماء اللي معاكم من الديزاينرز؟ في معنا هيفا فهد اللي تلبس ما شاء الله. في معنا ايش؟ في ففي هدول اللوكال فاشن ديزاينرز الموجودين معنا طبعا بتشوفهم بالايفنت، او في لوجوز، حاطين لوجوز طبعا. هذا الايفنت يعني عفوا بيستهدف مين؟ هل مثلا بيستهدف العائله بكل بمختلف اعمارهم، السيدات؟ افراد العائله. أي. زي ما قلت خبرناكم انه الايفنت مقسم الى عده مناطق، حتى الالعاب تخدم الكبار والصغار، ومنطقه الفاشن تخدم كل الافراد العائله، يعني غير الجلسات الخارجيه كمان، يعني مش بس هي مقامه على انه فاشن، منطقه العاب، منطقه خيال، كمان في جلسات خارجيه تقدري تستمتعي انك تقعدي فيها، طبعا حسب الثيم تبع فكره ايماجن. كم حتكون مدته وزيد العائلة؟ لمدة 10 أيام تقريبا، من 25 يناير إلى 3 فبراير، 10 أيام. عفوا دعاء، أنت قلتي منطقة خيال. لا شو، أنا لأن إنسانة مرة خيالية وأحب الأشياء اللي فيها الخيال وكذا، بس أبغى يعني أستوضح كم منطقة خيال، كيف يعني مثلا حتكون مترتبة على إيه؟ يعني زي مثلا جلسات ولا كيف حتكون؟ في ليتس سي مثلا حتلاقي الجلسات انه الديزاين القعده اتسلف يعني شيء ما بتلاقيه كل يوم، عرفتي؟ الكيجز، الاليمنتس، الفريدم اليمنتس، ال اشوف فور اكزامبل
حتى الستيج شوز عرفتي، حتى لما بتشوفي الكاركترز بالايفنت اتسلف حاطين الوينجز، فانت لما تفوتي هاف ا ديفرنت اكسبيرينس من كل النواحي، حتى الكارنيفال جيمز البوثات خيال اصلا. فانت لما بتفوتي حتى هيك بتحسي عيونك ارتاحت وانت فايته، عرفتي انه كيف الايماجينيشن طبعا بيعتمد على كل حدا هو خياله كيف بده يتخيل كل سيجمنت يعني. حلو. يعني كمان في عروض تفاعليه وفي ملاحظه كثير بتلعبوا بالليزر وبالاضاءه. اكيد صحيح. يعني من الواضح انه زي ما بتقولي مستوحى من الخيال، من البرومو واضح يعني انه يشجع ان الواحد يروح يكتشف ايش اللي بيحصل هناك. يعني راح يكون في منطقة الجولف بالانتركونتيننتال، يدخلوا العائلات لجميع الفئات، وكمان انه بيكون في العروض زي ما قلت، في العروض المسرحية، في الأسر المنتجة، في ايش كمان، في الكارنيفال جيمز الالعاب الترفيهيه، في يعني ممكن في العاب، في فيديو جيمز، في العاب، في فيديو جيمز، في العاب، وفي ميدوي جيمز. حلو. يعني جميع افراد الاسره من جميع الاعمار، كل الاعمار بالضبط. في ترامبولين، بتلاقي في منطقه للاطفال ترامبولينز، وال هاي الالعاب السمبل، في بينت بول للتينيجرز، عرفتي؟ يعني ديسكرايبز كل من الساعه كم يعني بيكون؟ من الساعه 5 الى 11 المساء، من 5 الى 11 المساء. مره مناسب وحلو كويس يعني. وعشر ايام يعني ما في مجال انه احد يفوت، يعني لازم الكل اللي يروحها. طيب وبالنسبه للدخول بالتذاكر حيكون؟ يقدروا يشتروا التذاكر اونلاين عن طريق لكجري كي اس اي او عن طريق البوابه، من يوصلوا البوابه بس اكيد يلاقوا، لانه في كثير ناس تروح بوابات يعني. دائم اسمع هذه المقوله انك توصل بوابه ما تلاقي، لا احنا لكجري كي اس اي هتروحي هتلاقي التذاكر. طيب وكيف اسعار التذاكر يعني في متناول اليد للعائله مثلا اللي معهم اطفال؟ يعني معقولة للسعر، خلينا نقول يعني لجميع افراد الاسره، اهم شيء انهم يقدروا يروحوا ويستمتعوا بالفعاليات. يعني شيء جميل. وانا يعجبني في الفعاليات اللي زي كذا اللي تدعم اللوكال ديزاينرز، الاسر المنتجه بالضبط، فهذا شيء كويس انه راح يكون في هذول. انا رايحه خيال، انا هروح لازم تشرفنا. اكيد انا قاعده بتفرج على البرومو اللي كان معروض قبل شوي، يعني الحاله البرومو ملفت تماما. كثير حبيت موضوع السحر اللي بيصير في الصوره، فيعني انا كثير مبسوطه انه يكون في هذا المستوى. احنا هدفنا انه احنا نعمل عروض عالميه مسرحيه بالسعوديه تخدم كل افراد المجتمع. جميل. بطريقه تكون مناسبه، والحلو انه لكل فئات مار، يعني مثلا اللي بتروح هي واولادها وزوجها وكذا حيروحوا حينطلقوا هناك في المهرجان. عندكم ما في، هو الفكره من الايماجينيشن ما في ريستريكشن، يعني ذير از نو ليميت. حلو. عرفتي شو ما حتروحي حتلاقي بدك تتغدي بتلاقي، تتعشي بتلاقي، تلعبي بتلاقي، كل السيجمنتس تبع الايفنت موجوده. حلو. اكيد يعني. غزه الخياره ودعاء صادق، ان شاء الله حنزوركم وموفقين في الفعاليه. ميرسي ميرسي. اهلا مشاهدينا، فاصل مكملين معكم باقي فقرات سيدتي.